تقول ايه يا اسطى؟ تراك مين؟ ماشي ماشي، هنعمل عليه رياكشن طبعا. ماشي يا اسطى، سلام. ولاد عيلتي ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ اتمنى تكون مشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لايك للفيديو، واهم حاجه تشترك وتفعل الجرس وتابعنا على انستجرام. متنساش تتابعنا على انستجرام عشان تطلب اللعبه بتاعتنا هناك وتقول لي على تراكات عاملك عليها رياكشن الفتره الجايه. دلوقتي هنسمع حاجه بقالها 10 سنين، انت متخيل ان احنا هنسمع التراك ده؟ الاثار بقى دي الاثار بجد. هنسمع النهارده كلاي بي بي جي، حمزوي امين، ميد امين، ريتوشي، اسم التراك ريتوشي، بقاله 10 سنين يا جدعان. انا مش فاضي ابدا، يعني عايز اتخيل التراك ده يبقى عامل ازاي، يعني نظام التراك ده عامل ازاي، المود بتاعه عامل ازاي، في شويه مشاعر كده غريبه. ف تعالوا نسمع التراك ده. لما تشترك طبعا في القناه، اشترك وفعل الجرس وتبقى في الفيديو، و تابعنا انستجرام مش هتخسر اي حاجه، وتشترك وتفعل الجرس، هما الاثنين مع بعض. ولو انت مشترك ومش مفعل الجرس تلغي الاشتراك، او مشترك ومفعل الجرس تلغي الاشتراك وفعل واشتغل. تعالوا نشوف الفيديو. تو تولي مصارع شينا ناس كيفك بعدو خافو لعيب ناقص قلايب وفاشو ناسي فايف ماسك بالمعقول نير كانك مركب بعدو بردي مسلالب كيف نحس حاس في الخروب ما حشيش بسكر نكون سامع سلك الدب بردي مسلالب كيف نحس حاس في الخروب في مجتمع غاب عبيدو حيوانات تشوف اللي كبره بالهدر واللي حياته مشاتة تب اليوم تجماني ماما الدنيا غلاتة ومنيته يخلط يحلم حلمه كل عبادة. ده مشكلة تونس بقى والمشاكل السياسية والحوارات دي من زمن بقى، يعني بقالهم فترة عايزين يحلوا المشاكل دي وبرضك ما انحلتش. فأنا مش عارف حمزوي ده، مش عارف البيت اولد سكول وفي لون كده مميز، مش عارف الراجل ده يا جدعان هو مختفي باين ولا هو مش موجود. دي خساره جامد للراب التونسي، يعني راجل زي ده راجل اولد سكول المفروض يكون موجود دلوقتي، فيعني كان هيدي لون جامد، لون حلو كده، لون مميز للراب التونسي، كان هيدي. يا ريت يا ريت يا ريت يرجع، تكون في فرصه ترجع، او كلاي يفكر يعمل معاه فيت تاني، عشان خساره او حرام راجل مميز زي ده او ايقونه زي دي في الراب التونسي ما يكونش موجود. تعالوا نسمع العظمة دي. بلاد الرشوة كاش في بلاد الفسادة في بلاد الزوالية هزت ساقيها باش ولاتها في بلاد الدهك وما تقولش يا زيني عييت وين تربيت وين الدين نسيت غادي وانت تشمس تبع عام وبس ما تعديت ود الحومش عامل باللي عامل زيت فك جبت الحرية ايش بك ريكش تحت الحيط العيشة مرقة فدة وخنقة زلقة فرقة انسى الحرقة جيب الكالة جيب الورقة وبروم عياني مش بالسرقة اخويا النوم فينيش الحلقة غدوة روبلوت البياسة في نفس الزنقة كيما قالوا. يا عم العظمة انت يا اسطى، انت بقول لك انت برنس يا دين يا جدعان. يا ريت يا حمزويد بالله عليك، يعني انا مش عايز اقول لو انت شفت الفيديو ده، يعني انا نفسي الفيديو ده يوصل لك وتسمع الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. ارجع يا اسطى، انت ايقونه في الراب التونسي بجد، يعني واحد اولد سكول زيك يعني احنا محتاجينه، احنا محتاجينه بجد. انا كمصري عايز اسمعه، انا كمصري نفسي اسمع العظمه دي تاني. الناس بكري الناس القدمة مصروف الضحكة والنحو في الزمامة عشاق السمة الشي يمشي في الدم كم يتنحي الفدة كم يتنحي الغمة تنسي لمة كم يتنحي الهمة جبينك مرخوف يحرق امك تتعسي مليح وانت ديما مادد فمك ما تسأل والو حومة اضرب واش يهمك في نهج الحالة مالا عمرك ما تدور خايف تلبس من غير محبة يقطع الشفايف ريتو شي سراق يكره نشرة في الظلمة ريتو شي بوليسي عندي في واحد اعمى ريتو شي الزبالة مروح مرحم الخدمة ريتو شي رئيسي تونس فرح لما ريتو شي سراق يا اخي احنا شاف الظالمة ريتو شي بوليسي يا ديلي 10 سنين يا جدعان. شوف كلاي عامل ازاي، مختلف جدا 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 عن دلوقتي كشكلا يعني. بس هو يعني كلاي احنا عارفين ان هو عظمة اصلا في الراب، فهو اكيد هيأدي جامد في الاولد سكول. في واحد اعمى ريتو شي الزبالة مروح فرحان بالخدمة ريتو شي رئيس في تونس فرح لما للحكومة هذه بلادي أنا وينتي العباد مظلومة ما فماشي لعبة بانتي حسرة على المارة كان حسرة عليا من السمارة أمني طوي طنصة نجيب الفلوس
يعمل سيارة يمشي لي مع الفياسة ويروح لي مع الحجارة. اي كلها لباسة كلها سهارة ونقول لي كيفاش فلوس الشعب تروح خسارة. مرتو تخرج عريانة عنده قمة العزارة. مرتو تخرج عريانة عنده قمة العزارة يعني بيخلي مراته تخرج عريانه وبيتكلم اكيد عن السياسيين والجماعه دول. فهو مراته بتخرج عريانه او حد مراته بتخرج عريانه فهو يعني عادي سايبها تخرج وبتاع ما بيتحكمش فيها رفع قرايل يعني. مراكش في القصبه وفي باب مناره فكل الاحزاب واللي قاعدين يدوسوا هزوها للمطار زيدوا عنقوه وبوسوا صرخ البلاد تي خلاوه هز فلوسو ثورة السلامات صنبيح الكلب على بعبوسو السيف امو مهلوك صلي فوه وفات فلوسو لازم المؤخطة تطيح كيما تحت زروسو في قالب غلطة دي ولاد الشعب مورطة احزاب البري والفو ام بغاي هوني مخلطة كلهم طمعين في الكرسي كيما الحكومة المؤقتة احنا جبنا الحرية وشيخ وفيها ولاد الساقطة. بالله عليكم يا جدعان انا بتحلق عليكم باليام يا ريت لو كلاي ليه تعاونات او ليه تركات قديمة زي دي سيبوا لي اسامي التركات دي في الكومنتات بالله عليكم. ويعني حابب اسمع حاجات زي دي ياما يا ريت تسيبوا لي التركات اللي زي دي في الكومنتات في تات مع كلاي رابرز كانوا بيعملوا اداء جامد زي دوت يا ريت في الكومنتات بالله عليكم. حنا ما كلام حياتك ظلم انا فخلاه من غير ما تفرى ما دز خوه تتاح في الخرمه سلك الجلمه فم وتمم راح خسر من الدنيا بعلم علي مات مازال تخوه عمرك ما تخمم في الرجله ما تسلم على حقك تكلم. ريتو شي سراق ياك رحنا شلاف الظلمة ريتو شي بوليس يعدي في واحد اعمى ريتو شي الزبالة مروح مرحم الخدمة ريتو شي رئيس في تونس فرح لما ريتو شي سراق ياك رحنا شلاف الظلمة ريتو شي بوليس يعدي في واحد اعمى ريتو شي الزبالة مروح فرحان بالخدمة ريتو شي رئيس في تونس فرح لما فرح لما. هو هنا بيتكلم يعني بيقول لك الزبالة يعني الظاهر كده كلاي بيقول لك ان الزبالة ليه فضل او بيتعب اكتر من الرئيس اللي موجود اللي بيفرح امه. انا لما كنت بسمع كلاي في الفري ستايلات والحاجات اللي بيعملها قريب في الفترات الاونه الاخيره بتاعته ديت بقول هو ازاي عظمه كده اتري اصلا كان عظمه من 10 سنين ما بالك بقى بعد 10 سنين هيبقى عامل ازاي يعني ليه حق يا اسطى يكون كده. جيبوا لي بلاكا تحب زاكا تاكا بتكيف عادي من غير دراكا جيبوا لي بلاكا تحب زاكا تاكا بتكيف عادي من غير دراكا جيبوا له بلاكا يحب زاكا تاكا هو قال لك يتكيف عادي من غير دراكا جيبوا له بلاكا يحب زاكا تاكا هو قال لك يتكيف عادي من غير دراكا. يا جدعان احنا كده خلاص وصلنا لاخر رياكشن. لو كنت اشترك في القناه اتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس وتسيب لايك للفيديو تابعنا على الانستجرام تلاقي الانستجرام في اول كومنت مثبت او في الديسكريبشن تحت. لو ما لقيتوش الكومنتات هتلاقيه في الديسكريبشن او ما تبانيش يا اسطى على الانستجرام اوكي. اشوفكم على خير في رياكشن جاي سيبوا لي في الكومنتات اسامي التراكات اللي عايزين نعمل عليها الفتره الجايه وتكون تراكات قديمه.